كما ينضم إلينا الآن مشاهدينا هاتفيا الأستاذ محمود الضبع الكاتب الصحفي. أهلا بحضرتك في البداية، برحب بيك. والرئيس السيسي أيضا أكد اليوم خلال الاحتفالية أن الخطاب الديني الواعي والمستنير هو أحد أهم عناصر مواجهة الفكر المتطرف والهدام. كيف ترى ذلك في وجهة نظرك؟ أهلا بك وأهلا بمشاهدينك الكرام. يمكن احنا على دراية وعلم من البداية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لديه من الثوابت الدينية والفكر والرؤية في هذا المنظور ما تم ترجمته الآن على أرض الواقع. يمكن أشار الدكتور أحمد عمر هاشم في قصيدته الشعرية للعنف الذي توارى بفضل القيادة السياسية وبفضل مجهود الدولة المصرية خلال الفترة الماضية من دحض الإرهاب بالأمن وفي نفس الوقت في تجديد الفكر وتجديد الخطاب الديني. يمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أن تولى سدة الحكم وهو يتحدث عن فكر تجديد الخطاب الديني وإخراج جيل من الأئمة من يقودون فكر الأمة والشعب المصري بوعي كافي، بوعي لفهم الدين. يمكن لو برضو ركزنا في كلمة وزير الأوقاف حوالين توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليس فقط لتحفيز حفظة القرآن ولكن أيضا لتحفيز التفسير والفهم، لأن دي نقطة مهمة جدا، لأن مش الحفظ ليس وحده كافيا لعملية العمل بالقرآن. ودايما والدين دايما بيدعونا أن احنا نعمل بالقرآن وليس فقط أن نحفظه أو نتلوه. ويمكن مصر بأئمتها وبكيانها والأزهر والأوقاف وما تفعله من تجديد لهذا الخطاب الديني وإسراء للفكر من خلال علمائها دايما بيخلينا احنا مثابة المنارة لهذا العالم. يمكن وزير الأوقاف النهارده أعلن عن ترجمة القرآن الكريم لثلاث لغات جديدة، هي الأردية والهوسة، والهوسة دي في نيجيريا في أفريقيا، واللغة اليونانية. وهذا يؤكد على ان احنا متواصلين على تقديم القرآن وعلوم القرآن للعالم اجمع لمن لم تصل اليهم حتى الان. صحيح. يمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي زي ما قلت لحضرتك دايما بيؤكد ويجدد في كل خطاباته وفي كل المناسبات على اهميه تجديد الخطاب الديني، لان ده شيء مهم جدا للوعي، خاصه ان ده هو اللي كان من ضمن اسباب او من ضمن الاسلحه التي قضت على الارهاب خلال الفتره الماضيه. صحيح، بكل تأكيد. يعني دائما ما يؤكد سيادة الرئيس على ضرورة بناء الوعي وبناء الإنسان في المقام الأول. وسيادة الرئيس أيضا أكد على تطلع رؤية جيل جديد واعد من شباب الأئمة الذي يحافظ على ثوابت الشرع والدين. كيف ترى أهمية ذلك في ضوء جهود وزارة الأوقاف، وخاصة فيما يتعلق أيضا بدور هؤلاء الأئمة في بناء الوعي وبناء الإنسان أيضا؟ يمكن احنا خلال الفتره اللي فاتت ملاحظين ان وزاره الاوقاف مهتمه جدا بالبنيه التحتيه في المقام الاول للمساجد، وفي نفس الوقت بتطوير الائمه ويمكن استخدام التكنولوجيا. وبنشوف مثلا التواصل مع المواطنين سواء كانت من دار الافتاء او من وزاره الاوقاف او من الائمه اللي في المساجد في عمليه تصحيح مفاهيمهم وعمليه الاستجابه لاستفساراتهم المتواصله والدائمه. فده في حد ذاته يمكن بيدي مسؤوليه كبيره على وزاره الاوقاف وهي بتشتغل عليها، هي فكره تطوير الامام. ما ينفعش ان انا ابدا اشتغل على الامام بالتقاليد القديمه. يمكن العالم اصبح متطور حاليا واصبحت التكنولوجيا تفرض نفسها في كل المجالات. ويمكن خلال الفتره الماضية برضو بنشوف الخطوط الساخنة في الاتصال بدار الإفتاء أو الأزهر الشريف أو وزارة الأوقاف لعملية التواصل وعملية الاستفسار عن القضايا الدينية، وأصبحت القنوات متواصلة وأصبحت الأئمة في المساجد أصبح عليهم دور كبير جدا، والقيادة السياسية بتؤكد على ده. فده في حد ذاته يمكن ده اللي هيوصلنا للجيل اللي احنا طالبينه أو الجيل اللي احنا عايزينه من الوعي، الجيل اللي هو يقدر يفسر ويطرح لنا القضايا العلمية بما نعاصر الآن وبما نفهمه دون المساس بثوابت الدين. لأن يمكن مصر كدولة وكشعب متمسك بثوابته الدينية بشكل قوي جدا، وبشكل بيأكد على أن احنا
ما زلنا ان احنا نمسك بزمام الامور في البوصله الدينيه في الوطن العربي وفي المنطقه. يمكن مصر ما نزلش فيها الاسلام، ولكن جددت علوم الاسلام، صدرت علم الاسلام لكل الدول في العالم. يمكن القاعده اللي بناها عمالقه قراء القران الكريم لم ينافسها احد حتى الان، او لم يصل احد الى درجتها حتى الان من عمالقه قراء القران الكريم من الراحلين الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، الشيخ محمود علي البنا، الحصري، الطبلاوي، غيره من الائمه. ويمكن مسابقه العالميه للقران الكريم اللي كل سنه بنعملها، ودي النسخه 28 اللي شهدناها اليوم في احتفاليه ليله القدر، بتؤكد لك على ان ما زالت القاهره او ما زالت مصر هي عاصمه ومناره الاسلام وتصديره للعالم بشكل كبير جدا. وشفنا نماذج حلوه جدا من حفظه القران، سواء كان من الافراد او الاسر، ويمكن كانت النسخه الاولى لتحفيز الاسر على قراءه القران او حفظ القران. صحيح. أستاذ محمود الضبع الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا لك.